حبايب القلب جيل 2006، أنا معكم عشان أحكي لكم عن المسابقة اللي راح تصير بكرة بتاريخ 18/4/2023 يوم الثلاثاء الساعة 10 مساء بعد ما نكون صلينا التراويح وروحنا وروقنا وزبطنا أمورنا. أول معلومة، راح يكون الامتحان بالحصة الرابعة والخامسة والسادسة وفقط. مدة هذول الثلاث حصص مجتمعة ساعة. يعني يا أستاذ أنا لو كنت وضعي ها يا أخي أنا بحكي لك أدرس هالساعة، أنت قادر تنافس الأول على المملكة، شو المشكلة؟ وجيب الأول على المملكة، إيش المشكلة؟ تمام؟ طيب الآن اللي بدي إياه منكم راح يكون عندي 15 سؤال، المرة هاي راح يكونوا 15 سؤال. طب الوقت المتاح قديش راح يكون عندي؟ راح يكون 25 دقيقة، 15 سؤال ب 25 دقيقة. طيب لو الطالب دارس جيد يعني كويس قديش بأخذ وقت؟ بأخذ وقت يا سيدي العزيز حوالي 20 دقيقة. طب والخمس دقائق أنا معطيك إياهم زيادة، هاي أول نقطة. الشغلة الثانية، أنا بدي شوية حماس وشوية جهد منكم وشوية مجهود. إذا بنوصل المرة هاي عدد المشتركين ل 600، المرة الماضية اللي اشتركوا بالامتحان 319 مشارك ومشاركة، المرة هاي إذا بنوصل بعدد المشاركين إلى 600 رح ندبل الجوائز. كيف رح ندبل الجوائز؟ يعني رح يربح الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس كمان غيره. طيب إذا شو مطلوب منا؟ مطلوب منا نكون شركاء بهذا العمل. كيف نكون شركاء؟ قاسم أصحابك، أنا بدي الجميع الآن يحط تاقات لأصحابه ويقاسم أصحابه. بدنا أكبر عدد من طلاب 2006 يشاركونا ويكونوا معنا ضمن هذا الاختبار. طب اللي ما درس بلحق؟ نعم يا سيدي العزيز، اللي ما درس قاعد بقول لك كلها ساعة، بإمكانك تدرس جزء منهم اليوم وتكمل جزء منهم بكرة. الآن غدا ألقاكم، يعطيكم العافية والسلام عليكم.